في البعض يتحدث عن أنه رؤيته أو تحليله لهذه القمة الآن، وإحنا بنتكلم عن أيضا نبرة مخرجات هذه القمة، هي نبرة أقوى وأعلى. البعض رآها، وعايز أعرف رأي حضرتك في هذه التحليلات، يعني البعض يرى أنه هذه القمة بهذه المخرجات بهذه النبرة تأتي ضمن المتغيرات اللي بتحصل عالميا، وتأتي ضمن تصدر الدول العربية للمشهد السياسي والاقتصادي في العالم أجمع. فبالتالي أنه بنرى أن بعض الدول الغربية بتتودد، هي التي تتودد للدول العربية الآن، فبالتالي يمكن أن نحجز مكان للقضية الفلسطينية وأن يكون كارت للتعامل مع أو التودد للدول العربية، بما أنها قضية مركزية. القضية الفلسطينية شيء ما بينها هي قضية مركزية. بالتأكيد يمكن أتفق مع حضرتك في هذه النقطة، لسبب يعني الجميع أصبح يلاحظوا بشكل واضح أن بالفعل هناك زخم في العمل العربي غير مسبوق، وحتى بنشوف ده على صعيد لقاءات القادة أو على صعيد جامعة الدول العربية أو على صعيد الاتصالات واللقاءات التي أصبحت فيها زخم كبير جدا ما بين القادة والمسؤولين العرب. وبالتالي هناك صحوة عربية، واستغلال هذه الصحوة العربية لصالح القضية الفلسطينية هذا أمر مهم جدا، وهناك الآن التفاف عربي حول القضية الفلسطينية. ويمكن إحياء القضية الفلسطينية الآن وإيجادها في صدارة المشهد العربي واستغلال هذا الزخم وإيجاد أيضا موقف عربي متزن ورصين تجاه هذه المتغيرات الدولية بيخلي العرب الآن يقفوا في مناطق آمنة ويستطيعوا أن يدافعوا عن مصالحهم، ودي نقطة تحسب للمجموعة العربية في الحقيقة. أنت كمجموعة عربية لم تنحاز للكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية، بل أنت الآن تبحث عن تحقيق مصالحك وأولها الأمن القومي العربي. هذا المصطلح المهم جدا التي صدرته مصر للمشهد العربي مجددا، خاصة في قمة شرم الشيخ 2015 قمة العربية، وأصبحنا نجد القيادة السياسية المصرية تتحدث عنه بشكل يعني مكثف للغاية، لأنه بالفعل مفهوم أشمل. حينما نتحدث الآن عن الأولوية العربية نتحدث عن الأمن القومي العربي، علينا أن نحافظ على مصلحتنا الأمنية التي يتبعها حفاظ على مصلحة الأمن الغذائي، الأمن المائي، الأمن في كل المناحي، وبالتالي صحيح. الأمن القومي العربي أولوية. وبالتالي بالفعل هناك الآن مساحة مهمة للغاية يجب أن نستغلها كمجموعة عربية في ظل هذا الزخم في العمل العربي المشترك لإيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية، وهذا ما تسعى له الدولة المصرية، استغلال هذا الحراك العربي النشط والتنسيق مع كافة الشركاء العرب الآن من أجل هذه القضية ومن أجل إيجاد حل حقيقي لهذه القضية. عشان كده بنجد القيادة السياسية المصرية في الحقيقة منفتحة على اتصال مع كافة القادة العرب، سواء طبعا في هذه القضية أو القضايا الأخرى، ولكن في القضية الفلسطينية هناك اتصالات مباشرة. حينما يحدث أي أزمة في الحقيقة داخل الأراضي الفلسطينية بنجد حتى كافة القادة العرب يتصلون بالقاهرة سواء دعم القاهرة في جهودها في وقف التصعيد في قطاع غزة، سواء في ما يتعلق بالجهود الإنسانية في مختلف الأمور، ودورها الفعال على الأرض أيضا في إعادة أعمار غزة. بالتأكيد يعني أنا أعتقد كانت أن المجتمع العربي قوي جدا، ودي نقطة مهمة جدا، أن الدور المصري كمان في ما يتعلق بدعم فلسطين ذهب إلى مسارات عمل جديدة، صحيح. حتى غير مسارات العمل التقليدية. يعني نعم نتحدث عن مسارات عمل دبلوماسية مهمة وسياسية مهمة وإنسانية مهمة، ولكن مصر كمان ذهبت إلى الإعمار، ذهبت إلى التنمية، صحيح. من خلال أيضا رؤيتها فيما يتعلق بأن التنمية والإعمار مساهم حقيقي في ترسيخ السلام والاستقرار. وبالتالي نحن نتحدث عن رؤية مصرية وعمل مصري شامل بيستند على صحيح. العلاقات أيضا المصرية العربية التي أصبحت في أحسن حالتها، بل أنا أعتقد أن اهتمام الدولة المصرية بعد عام 2014 لتكون الدائرة العربية دائرة اهتمام أولى في محور تحركها الإقليمي، ده خلاها أيضا الآن تكتسب مكانة إقليمية ودولية متميزة، والجميع الآن يثق في القاهرة كشريك آمن وشريك موثوق فيه، مش بس في القضية الفلسطينية في الحقيقة، ولكن في مختلف القضايا الإقليمية. ولكن يعني فيما يخص القضية الفلسطينية نحن نتحدث عن أيضا مسؤولية تاريخية ومسؤولية جغرافية ومسؤولية إنسانية بتتحملها الدولة صحيح. المصرية ما زالت مستمرة، ولن تتخلى عنها الدولة المصرية، بل هذه القمة بتؤكد هذا المعنى وبتؤكد أن صحيح. الدولة المصرية بتعطي كل الأولوية للقضية الفلسطينية، كما حضرتك ذكرتي هي القضية المركزية. يمكن أتذكر حديث للسيد الرئيس في الأمم المتحدة، وبالمناسبة فلسطين لم تغب عن خطابات السيد الرئيس في الأمم المتحدة طبعا. إطلاقا طبعا. لم تغب عن خطابات السيد الرئيس في القمم العربية إطلاقا، في صحيح. كل الخطابات أمام المجتمع الدولي بنجد فلسطين. ولكن هناك جملة دائما هي عالقة في الأذهان، حينما تحدث السيد الرئيس إن حلت القضية الفلسطينية تبعها الحالة لكافة القضايا في المنطقة، صحيح.
هذه الجملة في الحقيقة بتلخص الوضع الإقليمي الراهن. حين تريد الآن دعم الاستقرار في المنطقة عليك أن تبدأ بحلحلة الأزمة الفلسطينية أول.